طبعا أكيد كنت تصلي، وكثير من المرات تعرف أن الله ما يسمع منك ودائما يرفض طلبك، لكن اليوم أدعوك أن تغير من طريقة تفكيرك وتتكل على الرب وتجعل إرادتك من إرادته، علشان تفرح لما تصلي ويلبي الله صلاتك لأنها تتفق مع فكره. اسمع كلمة الرب لك: يفرح جميع المتكلين عليك. مزمور 5